جوا وامي جوا، بس انا قلت لما بدي افوت من هان ما فيش طريق من هان الا الف من الزعيم، بدي ساعه يعني الف من الزعيم على المحسوم اروح على العزريه والف اللفه كلها. مش قادرين نفوت جوا يعني. انا اسمي هاله راضي ناصر، ساكنه بالمزرعه جوا. يوم بدي اجي عند اهلي امبارح جيت عند اهلي بدي افوت، اللي هم بيحكوا لي لازم تلفي من الزعيم، انا ساكنه بالعسويه هون، وما رضوش يدخلونا امبارح للساعه 1 واحنا قاعدين برا امبارح، ومركنا على ودك نزعيم من السبعة الصبح واحنا قاعدين نفس الكار، لا الساعة 1 بالليل واحنا قاعدين على الارض هناك، وهيوت اهلي جوا ما فايتين الا هالكاتب من زعيم يفوتوا، ما فيش لهم طريق جوا البيت، ما فيش لهم صار طلعه.